خبرنا الثاني يقول: الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. ضيفنا عبر مداخلة هاتفية هو الأستاذ عبد العزيز الخيال، وهو مساعد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. مرحبا بك يا أختي. أستاذ عبد العزيز، يعني أهمية هذا الملتقى الوطني أين تكمن؟ تأتي أهمية الملتقى الوطني للوقاية من استغلال الأطفال عبر الإنترنت في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الأطفال لشبكات الإنترنت في الألعاب الإلكترونية وكذلك في التواصل الاجتماعي مع ذويهم، وإمكانية استغلال أو اختراق مرتكبي الجرائم لهذه الألعاب أو أجهزة التواصل الاجتماعي في استغلال الأطفال جنسياً عبر ذلك. نعم لك أستاذ عبد العزيز، يعني نستطيع أن نقول أن هذه تعتبر ظاهرة، ومن هنا أتت أهمية هذا الملتقى على اعتبار أنها أصبحت يعني ترتقي إلى مستوى الظاهرة؟ ليست ظاهرة، هذه المشكلة ليست إن شاء الله ظاهرة، لكن الظاهرة أن ارتفاع المجتمع، لكون المجتمع الآن أصبح مجتمع معلوماتي، والأطفال الآن وكل فئات المجتمع أصبحت تستخدم الشبكة المعلوماتية بكثرة، فإمكانية يعني انتشار هذه الحالات واستغلال الجنات لهذه الفئة الغالية علينا، ومن هذا المنطلق أتى هذا المؤتمر للوقاية، فيعتبر هذا المؤتمر استباقي ووقاية في ظل أهمية هذا الموضوع. نعم لك أستاذ عبد العزيز، يعني إذا ما أردنا الاستناد على خبرتك، يعني التعامل الذي يجب أن يعني يكون بصدده إذا حدث أو تلمس الأهل مثل هذا السلوك، ما هي الإجراءات التي يجب أن يتخذونها؟ بالتأكيد إذا لاحظ الأهل أي تغييرات على الأطفال، إما بانعزالهم أو بالاستخدام الطويل لهذه الوسائل، وفي حال اكتشاف مثلا يجب عليهم الإبلاغ فورا في المؤتمر، في الإبلاغ يكون عبر مراكز الشرطة، عبر الحقيقة إمكانية التواصل اللي يوفرها الأمن العام في الإبلاغ عن هذه الجرائم. نعم، لكن كيف ترى ثقافة التبليغ أستاذ عبد العزيز؟ يعني هل فيه هناك بلاغات معينة، أم أن الأسر أحيانا تحجم عن البلاغ خشية مثلا الفضائح أو من هذا النوع أو من هذا القبيل، يعني بشكل عام تحت هذه الفكرة، الخوف من انتشار الموضوع أو توسعه؟ كيف ترى ثقافة الناس في التبليغ عن مثل هذه القضايا؟ والله الآن لا زالت الثقافة حقيقة للأسف يعني إلى حد ما تخشى موضوع الفضيحة أو تخشى أن تأثر الطفل، فتضطر إلى محاولة معالجة الموضوع من قبلهم، لكن الإبلاغ عن هذا بالتأكيد سيوفر اكتشاف مثل هالأشخاص، لكن للأسف لا زال الإبلاغ أقل من المستوى المأمول. طيب يعني أستاذ عبد العزيز، عادة الإحجام عن الإبلاغ ينطوي على فعلا الخوف من قضية انتشار يعني أو توسع الخبر، أم أن صعوبة يعني أو طول الإجراءات؟ لا أعتقد أن هناك طول إجراءات، فالأمن العام أشار اليوم في أثناء المؤتمر الصحفي إلى عدة وسائل للإبلاغ، إما عن طريق مراكز الشرطة المنتشرة في كل الأحياء، أو عن طريق نظام أبشر، أو عن طريق تطبيق كلنا أمن الذي الموجود، أو عن طريق فاكس وفروه لهذه اللدى. فأعتقد أن الإبلاغ عن هذه الوسائل متاحة جدا وسهلة. نعم، الأستاذ عبد العزيز الخيال، مساعد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، شكرا جزيلا على مداخلتك.